ومعنا سؤال من سائل من المملكة العربية السعودية، يقول في السؤال بدأه بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويسأل: ما هو الرأي الشرعي باتهام السعودية بقتل السيد جمال خاشقجي قبل ظهور أدلة رسمية تثبت ذلك؟ حتى لو هناك فيديو يقول أنه دخل القنصلية فهذا لا يكون دليلا عينيا على قتله بأيدي السعوديين. إيه السؤال؟ إيه الدليل؟ هل يجوز أن احنا نتهم كده السعودية أن هي قتلت جمال خاشقجي بدون أي حاجة كده؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. يعني أولا الأخ الكريم صاحب السؤال يستشهد بآيات في غير موضعها. نعم، القرآن أمرنا بأن نقسط مع الجميع، ونحن نقسط مع الجميع، ولذلك نحن لم نتهم أحدا، إنما نحن نحمل الجهات التي يحمل جنسيتها الأستاذ جمال خاشقجي مسؤولية وأمانة البحث عن جمال خاشقجي. ده أول كلام لينا. أين السؤال؟ كان أين جمال خاشقجي؟ أيوه. ما قلناش أنتوا قتلتوه فين؟ ده واحد. اتنين، هم اللي قالوا والله دخل في الساعة كذا وطلعوا صور دخوله ولا بتطلع صور الخروج. الخروج صرح محمد بن سلمان أنه دخل وخرج. وامبارح بيعترف أنه هو اتقتل خطأ أثناء التحقيق. أيوة. يعني احنا ما جبناش حاجه من عندنا. نعم. كاد المريب ان يقول خذوني. واحد داخل مكان ومد التليفون لخطيبته، اذا ما طلعتش اتصرفوا واتصلي. أيوة. ما طلعش، ما هو ده بقى، وهو خطيبته واقفه مستنيه بره، دخل ما طلعش، طلعته من باب تاني ماشي، سئلت خلاص طلع بباب، طلع زي ما طلعت صوره وداخل، طلع صوره وخارج. ايوه. اربعه، ان في الاثبات في الجنايه في الاسلام من الامور المعتبره القرائن. فاحنا النهارده بنقول القرائن بتقول انت نظام متعود على تصفيه الخصوم، ايه الدليل؟ عندك كم عالم معتقل في السعوديه؟ كثير كثير. طلع الاستاذ عبد العزيز القاسم يقول وقاعدين اخر حلاوه وزي مرتاحين، واهل المعتقلين قالوا لا الناس بتتعذب والناس متبهدله. طيب ايوه، قتل خطا ايه الواحد يتقتل وهو بيتحقق معاه؟ يعني ايه؟ هو ده كان بيتحقق معاه على ايه؟ وبعدين اصلا مين قال ان السفاره جهه التحقيق؟ ايوه. هو انت مطلوب للتحقيق في السفاره؟ ده رايح ياخد ورقه عشان زواج. طب هل انت وهو رايح قلت له تعالى انت حضرتك جاي يتحقق معاك؟ وهل في الدنيا حد يقبض عليه او يتحقق معاه بدون ما يعرف جهه التحقيق وعنوان التحقيق وفيما يحقق معه؟ طيب اللي بيتحقق مع واحد بيموت ليه خطا؟ ايوه. يعني مثلا ايه هي الحاجة اللي تموت واحد بالخطأ اثناء التحقيق؟ وكيل النيابة اللي بيحقق معاه مثلا كان معاه مسدس، فقام الدبانة جت حوالين وشه، حب يضرب الدبانة راحت الطلقة جاية في دماغه مثلا. ده حاجة غريبة الخطأ. جدا، منتهى العبث. فكلام طيب، وانت اللي اعترفت خلاص في انه اتقتل جوه السفارة، خلاص ده اعتراف اصبح رسمي من المملكة العربية السعودية. مين بقى هيشيل الليلة؟ هيشيلوها لمين؟ دي قصة تانية. اذا الاخوة اللي بيكتبوا الكلام ده وبيسأل السؤال ده هو مخطئ. ايوه. هل دي أول مرة السعودية تعمل الكلام ده؟ لا، مش أول مرة. يا عم أنت عندك ملك اتقتل في قلب حكمه، في قلب قصره، الملك فيصل. مش الملك فيصل مقتول وعليه حد ابن أخوه قال له ده معتوه ومجنون؟ أيوه. والمجنون يخش على عمه بسلاح ليه؟ مثلا. وده ملك مش واحد مثلا. ومفيش بقى لا حراسة ولا في حاجة ولا مستحيل يعني. فكلام طبعا يا جماعة، يعني خلينا نكون واقعيين في الأمور. تاريخ الناس دي. أيوه. ومعظم حكام العرب والمسلمين للأسف تاريخهم ايديهم ملطخة بالدماء، لا يتورعون عن قتل الناس. وانا مستغرب ليه يا عم على نظام ايد واحد قتل 6000 في يوم واحد، بتقدير وزارة الصحة 1000 واحد. هو 1000 ده شوية. واحد عامل ده في شعب زي اليمن تجويع وقتل وحصار. قتل وحصار. ايه اللي إيه 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 صعب عليه يعني يقتل الناس من امر يعني عسير بهذه الدرجة يعني؟ طيب ماشي، لانه بدر بالاتهام. لكن اصابع الاتهام تشير الى من؟ من المستفيد الاول ولماذا؟ طيب وبعدين انت بقالك النهارده 15 يوم لا معروف للراجل جثه فين ولا عايش ولا ميت ولا فين ولا ايه ولا ازاي.
بأمارة ايه؟ ده بالمناسبة لحد دلوقتي يا شيخ عصام ما فيش مصدر مسؤول في السعودية اعترف بقتل جمال خاشقجي. ولا الإعلام تناول، يا عم السعودية بريئة. أيوة. الإعلام ده مش مش ده مواطن؟ الإعلام ما بيتكلمش ليه؟ مثلا فين وزير خارجيتها؟ ده مواطن سعودي. مش ده مواطن سعودي؟ يا عم أنتوا ناس بريئة من قتله. اطلع يا عم يعني خليك عندك الوقاحة والجرأة. ومش أين هو وطالب الناس اللي أيوة يا شيخ عصام، مش هم أولى بأن يبحثوا عن مواطن سعودي؟ المملكة العربية السعودية أولى بأن تبحث عن مواطنها السعودي جمال خاشقجي وتسأل طبعًا عن جثمانه؟ طبعا. فإذا عدم السؤال ليه حضرتك؟ عشان هم عارفين ومع مين. لأنك أنت عارف أنك أنت عارف فين ومع مين وإزاي. ليه ما جالتش الجرأة تتهم تركيا أن هي اللي مخبياها؟ لأن هتروح وطلع لك تركيا الفيديوهات اللي عندها طبعا والوثائق اللي عندها. أيوة. فأنت عارف طبعا. فإخواننا الله يخليكم الاخوه اللي اخوه بتسال اسئله، ما يجيبليش دايما يتمسح لي بالدين. في ناس اصلا انت عارف موقف الدين منها وعارف هي موقفها من الدين اصلا. فيا جماعه رجاء يعني انتوا النهارده هتدافعوا عن انظمه عشان ناس خلاص انت عرفت سعر المعارض عندها قد ايه. انت أيوة. سعرك ايه بقى؟ ولا حاجه. فيا جماعه ما يبقاش الشعوب بتبيع افرادها لصالح الحكام. سئل احد الحكماء من الاحمق؟ قال من باع اخرته بدنياه. نعم. اللي بيع الآخرة بتاعته بالدنيا عرض زائل. أيوه. فقالوا فسئل ومن الأشد حماقة؟ قال من باع آخرته بدنيا غيره. يعني لو ولا مستفيد لا دنيا لا دنيا ولا ولا آخرة. طب حضراتكم ببيعوا آخرتكم بدنيا غيركم ليه؟ إيه الداعي يعني؟ ده لو ابنك ضايع منك في دولة تانية أول مكان هتروحوا فين؟ الخارجية اللي بتاعت البلد بتاعتك. فين ابني؟ طيب قال خاشقجي سأله أين جمال؟ نعم. ما جاوبتش السفاره ولا الخارجيه ولا غيره، واخر مكان دخله هو. ايوه. وكل السلطات والعالم كله بيسال السفاره والخارجيه اين فلان؟ كل الصحفيين اين فلان؟ بقت النهارده النقاش مش عن اتهام السعوديه بقتل جمال خاشقجي، عن الثمن اللي هيبقى قبال هذا القتل. صحيح. مين اللي هيشيل الليله؟ مين اللي هيدفع الفاتوره؟ ما بقاش الثمن ده. مش ده اللي بقى النقاش دلوقتي؟ اذا يا جماعه الناس ما تتهمش الناس بالباطل. لا، الاتهامات لها اسباب. انت وضعت نفسك موضع الاتهام، ما تلومش على نفسك، برأ نفسك الاول. ايوه. فكون الاخ يستشهد بقى على عيني وعلى راسي ده بيقول لك حتى لو هناك